في الفيديو بتاع النهاردة هنتعلم أشهر الفوكابولاري أو المعاني المرتبطة بالفوتبول أو الكورة، وبنقول عليها بالأمريكان إنجليش سوكر. لو أنت من محبين الكورة الفيديو ده هيبقى مهم جدا ليك. أنا دايما هتكلم عن الحاجات بالعامية المصرية بس هسيب صور ليها. لو أنت في بلدك بتقول المعنى باللغة العربية بطريقة مختلفة سيب لنا تعليق بعد إذنك. Let's get started. أول جملة معانا وهي score a goal، يعني تجيب جون. احنا مش عارف منين جت كلمة جون بس هو بالانجلش اسمه goal. score a goal. ممكن كمان تقولها بطريقة تانية وهي find the back of the net. ولو انت بتسمع معلقين اجانب مش عصام الشوالي هتلاقي كتير قوي بيقولوها، يعني مثلا يقولك مو صلاح found the back of the net 15 times this season. مو صلاح found the back of the net، يعني لقى الشبكة 15 مرة. found the back of the net 15 times، يعني جاب 15 جون. اوكي، يبقى find the back of the net يعني برضو score a goal او تجيب جون. الدوري اسمه ليج، ودوري ابطال اوروبا اسمه ما اسموش شامبيونز ليج ولا شامبون ليج، اسمه champions league. champions يعني ابطال، champions ليج. نخش بقى على شوية حركات كده. شفت لما ميسي بيفلس حد احيانا او كريستيانو رونالدو، الفلس ده بالانجلش احنا بنقول عليه في مصر فلس، تاني معرفش بتقول عليه ايه في بقية الوطن العربي، ياريت يسيبوا لنا تعليق. بالانجلش اسمه nutmeg. nutmeg، وممكن استخدمه كفعل كمان. يعني انا عاوز اقولك مثلا، بقولك ايه انا فلستك امبارح مثلا، I nutmegged you yesterday. nutmeg. nutmeg. عندنا كمان الدبل كيك اللي هو شفت زلاتان ابراهيموفيتش كده لما بيعملها، اسمها بالانجلش بايسيكل كيك. بايسيكل كيك، لما تشمس واحد بقى، بنقول عندنا عليها في مصر تشمس، يعني تحرك الكره من فوق راسه كده، نيمار بيعملها كتير. بالانجلش اسمها رينبو، اللي هو قوس القزح. قوس القزح، رينبو. اوكي، يعني التشميسه رينبو. pass the ball. pass the ball يعني تباصي الكرة. pass the ball، ولما تحب ترفعها تعمل over يعني اسمها cross the ball over or cross the ball. cross the ball. عندنا كمان كلمة clean sheet، وclean sheet مش معناها ملاية نظيفة، لأن sheet معناها ملاية اللي بتتحط على السرير. clean sheet في مصطلحات الكرة معناها يعني ما جاش فيه اي اهداف. يعني مثلا ايه، محمد الشناوي finished the fifth match with a clean sheet. يعني محمد الشناوي خلص الماتش الخامس بكلين شيت، ما جاش فيه اي جوان. يبقى clean sheet بدون اهداف او بدون استقبال اي اهداف. clean sheet. لو عاوز تقول تغير ملعب بالانجلش، شفت صاحبك اللي بيقعد جنبك كنت بتلعبوا بلاي ستيشن هو ما عندوش فكره خالص، يقولك غير ملعب غير ملعب. المهم يعني بالانجلش اسمها switch play. switch play، غير الملعب، يعني تعالى من اليمين للشمال من الشمال اليمين وكده. يعني مهاجم يعني سترايكر. سترايكر. سترايكر اللعيبة الوسط او اي لعيب بيلعب في خط الوسط اسمه midfielder. 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 المدافع اسمه defender. defender. defender او اي حد بيلعب في خط الدفاع. والجون كيبر اسمه بالانجلش goal keeper. goal keeper. البديل اسمه substitute. 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 اللاعب البديل substitute. الحكم اسمه referee. 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 حكم الخط اسمه linesman. 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 العارضة اللي فوق دي اسمها crossbar. crossbar. والعارضتين اللي في الجناب دول اسمهم post. 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 والكرة لما تيجي في العارضة وتطلع برا بيقولوا بالانجلش off the post. off the post. off the post. خط التماس اسمه touch line. touch line. touch line. الماتش لما يخلص تعادل اسمه draw. 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 or a tie. 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 ضربة الجزاء اسمها penalty. لو حصل اي عقوبة او ضربة جزاء خلال الماتش مش اسمها بلانتي، اسمها penalty. 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 طيب ضربات الجزاء اللي في اخر الماتش لو الفريقين اتعادلوا اسمها penalty shootout.
penalty shootout عشان تفرق. يبقى penalty ضربة جزاء خلال الماتش, وضربات الجزاء بعد الماتش اسمها penalty shootout. لما تشوط الكرة اسمها بالانجلش shoot, بس ما بسمعهاش كتير. انا بسمع اكتر strike the ball. كريستيانو رونالدو strike the ball. Strike. Strike. الجزمة بتاعت الكرة اللي انت بتلبسها في رجلك اسمها soccer. احنا قلنا soccer اللي هو الفوتبول, بس في الامريكان انجلش بيقولوا عليها soccer. Soccer studs. Soccer studs. التي شيرت اللي اللعيبة بيلبسوه دوت بالانجلش ما اسموش تي شيرت, اوكي اسمه شيرت. The team shirt. The team shirt. لما فريق يبقى غالب فريق تاني او هازم فريق تاني 3-0 مثلا, صفر في مصطلحات كرة القدم ما اسموش زيرو, اسمه نيل, يعني 3-0. PSG defeated ليون 3-0. لو الفيديو عجبك وانت بتحب الكرة زينا, please share and like. Thank you, وخلينا اشوفكم على خير.